أولا الإنسان علة وجوده العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني سبب وجوده العبادة خضوع هذا الإنسان الأول المكلف المفضل المكرم إلى منهج الله. الله عز وجل هو الخبير، افعل ولا تفعل، في عنده شهوات، في عنده علاقة بالنساء، في زواج وفي زنا وفي عمل وفي سرقة، شهوات واسعة، والله جعل لكل شهوة قناة نظيفة طاهرة. فلا بد من طلب العلم حتى يتحرك الإنسان بدافع شهواته وفق منهج الله عز وجل. فلا بد الشهوات لولاها ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. الشهوات تنضبط بمنهج الله، بل ما من شهوة أوضعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. فنحن بمدى العام في عنا عبادة بكسب المال، بإنفاق المال، باختيار الزوجة، باختيار الحرفة، المهنة، تربية الأولاد، بنود لا تنتهي. هذا الدين، الدين منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. العبادة بالإحدعشر شهر عادية، لكن برمضان العبادة مكثفة، العبادة استثنائية. أنت خارج رمضان تدع الحرام، أما في رمضان إضافة إلى ترك الحرام تدع الطعام والشراب، ليكون لك نافذة إلى الله. الإنسان لما يمتنع عن أشياء مباح كأنه له مع الله نافذة. يعني إنسان دخل لبيته في أيام الصيف الحارة والثلاجة تمتلئ بالعصير، العصير والماء البارد، لا يستطيع أن يضع في فمه قطرة ماء. فرمضان عبادة الإخلاص، لا أحد في البيت يراك ومع ذلك لا تستطيع أن تضع في فمك قطرة ماء. فالحقيقة أن رمضان شهر استثنائي، دعيت إلى ترك الطعام والشراب، دعيت إلى صلاة الليل، التراويح 20 ركعة أو 8، الفجر في المسجد، في غض بصر، في ضبط شاشة، ضبط لسان، ضبط لقاءات. فهذا الشهر نقلة نوعية، قفزة إلى الله نوعية أيضا، يعني اصطلح مع الله في هذا الشهر. فهو رمضان شهر العبادة، شهر المحبة، شهر صلة الرحم، شهر الإنفاق، شهر القرآن. لكن مع الأسف الشديد الشديد في بلادنا الإسلامية، لا أقول النخبة، عامة الناس، انقلب هذا الشهر إلى ولائم وإلى مسلسلات، وكأن هذا الشهر فرغ من مضمونه كليا. هذا الشهر أراده الله نقل نوعية إليه، صلح مع الله، توبة نصوح، إقبال، اتصال بالله، أعمال صالحة، إنفاق المال، رعاية المساكين، الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، كلها تركت واختصر ومسخ إلى مسلسلات وإلى ولائم. هذا لا، لا، ليس هذا هو الشهر. الشهر في ضبط اللسان ضبط كامل، ضبط السمع، لا غناء ولا شيء طبعا برمضان وبعد رمضان، لكن الله عز وجل أرادنا في هذا الشهر أن نحكم انضباطنا حتى نخطف ثمار الطاعة. فإذا قطفنا ثمار الطاعة تمنينا أن تدوم. لذلك بعد العيد لا تفطر إلا أفواهنا فقط، ونبقى على الانضباط طوال العام، كأنه رمضان قفزة نوعية. أما لو عدنا بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان، والله لا أبالغ، كأننا ما صمنا رمضان. رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق، كأننا ما صمنا رمضان. رمضان تركنا هذه الأمور درجة،
رمضان الثاني درجة أعلى أعلى أعلى، درج متنامي متصاعد. هذا التخطيط الإلهي بهذا الشهر يعني صلح مع الله، إقبال على الله، إنفاق المال في سبيل الله، رعاية الأيتام، اهتمام بالعلم، طلب العلم. أراد الله أن يذيقك من ثمرات قربه. الناس الآن عاشوا وحل الأرض، مصالح وشهوات. الذي يحرك الناس الآن المصالح والشهوات. أراد الله في هذا الشهر أن نتطلع إلى وحي السماء، عظمة الله عز وجل، جلاله، الإقبال عليه، معرفته، خدمة عباده، إنفاق المال في سبيله، رعاية الأيتام، صلة الرحم. له أخ في طرف المدينة الآخر، زارها في رمضان جبرا لخاطرها، فكأنه رمضان شهر الطاعات، شهر صلة الرحم، شهر إنفاق المال، شهر القرآن، شهر القرب من الله، شهر قيام الليل التراويح، شهر الفجر في المسجد. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. فأتمنى أن يكون رمضان نقلة نوعية، خصوصية خصوصية دقيقة جدا، حتى نذوق طعم القرب من الله، حتى نذوق عظمة الله عز وجل، حتى نتابع بعد رمضان ما كنا في رمضان، ولا يفطر منا إلا الطعام إلا الفم واللسان فقط، الفم فقط. أما بعد رمضان في استقامة، في انضباط، في كسب مشروع، في إنفاق مشروع، ما في اختلاط، ما في شاشة مفتوحة، كل هذه المعاصي الخفيفة تحجبنا عن الله عز وجل. أضرب مثل دقيق، بيت فيه جميع الأجهزة الكهربائية الغالية جدا، لكن ما في كهرباء. كل هذه الأجهزة كتل بلاستيكية، لا تقدم ولا تؤخر. الآن بقى الشاهد، لو قطعنا التيار العام ميلي واحد أو متر، المفعول واحد. معقول إنسان بفعل الصغائر حجب عن الله؟ طبعا ما في بيت، بمعظم بيوت المسلمين في خمر، ولا في زنا، ولا في قمار، ولا في قتل مثلا. أما هي الصغائر مفعولة كالكبائر، يعني للتقريب، إنسان راكب سيارته ماشي الطريق افتراضا عرضه 60 متر، ماشي بالوسط، عن يمين هذا الطريق واد سحيق، وعن يساره واد سحيق، طريق جبلي يعني. لو حرك المقود سنتي واحد، سنتي واحد، وثبت هذا التحريك إلى الوادي، لا صغيرة مع الإصرار. أكثر مخالفات المسلمين الآن الصغائر، مو بالكبائر. ومع ذلك فقدنا صلة بالله عز وجل، فقدنا وعد الله بالنصر. في عنا حالة نعاني منها جدا، الطرف الآخر قوي جدا ومتحكم فينا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إليهم علينا الآن 1000 سبيل وسبيل. في عنا مشكلة كبيرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد إلهي. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كلمة واحدة مفتاح الآيات، يعبدونني. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي لسعادة أبدية. فإذا أخل الطرف الآخر بما كلف به من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث،
فلذلك القضية مصيرية وقضية تحسينية تجميلية، قضية نكون أو لا نكون، وينبغي أن نكون بطاعة الواحد الديان. يعني إذا كان طفل صغير أعطاه عمه وخاله كل واحد 50 دينار، صار معه 200 دينار، بيقول لخاله معي مبلغ عظيم عظيم من طفل، يعني 200 دينار. فإذا قال مسؤول كبير في دولة عظمى أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 200 مليار، فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما، شيء دقيق جدا، وكان فضل الله عليك عظيما. فالله إذا أعطى أدهش، يعني خذوه فغلوه، دققوا، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعوها 70 ذراعا فاسلكوه، دقق، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. آمن بالله بس ما آمن به عظيما، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ضع تحت كلمة عظيم 10 خطوط، فالبطولة أن نؤمن بالله العظيم. ومتى نؤمن بالله العظيم؟ إذا حملنا الإيمان على طاعته، فإن لم يحملنا على طاعته الإيمان ناقص، لا يكفي للنجاة. فالقضية خطيرة، نكون أو لا نكون، الدين خطير، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. لكن أنا مضطر أذكر أشياء دقيقة. الإنسان أيام يشكو، جاء للمسجد، استمع إلى درس، تأثر بالغ، يعود إلى البيت، عاد إلى ما كان عليه من تقصير عبادات شكلية، يعني أشياء كثيرة جدا من الجفاء مع الله عز وجل. يقول لك ماذا أفعل؟ في عندي جواب دقيق. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المؤمن بحاجة إلى حاضنة إيمانية، إلى جلسة مع مؤمنين، سهرة مع مؤمنين، نزهة مع مؤمنين صادقين موحدين، يصلون يصومون، دخل حلال، انفاق حلال، بيوت منضبطة، البنات محجبات، الشباب مؤمنين، لا بد من صحبة صالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي الحاضنة الإيمانية، أي أوضح. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروضا. ولا تطع من أغفلنا قلبه، في ملمح دقيق لغوي، معنى أغفلنا لا تعني إطلاقا من جعلناه غافلا، بنشأ مشكلة عقدية كبيرة جدا. هل فعل يعني وجدناه غافلا، يعني عاشرت القوم فما أبخلتهم، يعني ما وجدتهم بخلاء، عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. فلا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا بدنا حاضنة إيمانية، بدنا طلب علم وحاضنة إيمانية. إن لم تقل بعد طلب العلم وتطبيقه وأن تكون مع حاضنة إيمانية، إن لم تكن ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني، هناك مشكلة كبيرة. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. صافي عنا عقيدة، إيديولوجيا، فكر، تصور، وعندك شيء آخر حركة.
السلبية استقامة والإيجابية عمل صالح. هذا كله يفهم قبل رمضان. ليأتي هذا الشهر تاج لإيمانك، تاج لقربك من الله، تاج لتوفيقك، تاج لتحقيق هدف الصيام، نقل نوعية من حال إلى حال، من مقام إلى مقام، من تقصير إلى اجتهاد، من تفلت إلى انضباط، من إعراض إلى إقبال. هذا رمضان شهر القرب، شهر الحب، شهر الإنفاق، شهر العمل الصالح، شهر صلة الأرحام، شهر عبادة الواحد الديان. إذن لا بد من استقامة. أما إذا كان في اكتفينا بالصيام بترك الطعام والشراب، هذا الصيام لا يرفع عند الله إطلاقا. الصيام غير المؤمنين، يعني عادات وتقاليد، يعني مع الأسف الشديد الشديد، يعني هذا رمضان شهر الولائم، كل يوم في وليمة، وشهر السهرات الطويلة والمسلسلات. فإذا كان رمضان شهر مسلسلات وسهرات وولائم وطعام وشراب نفيس، فرغ هذا الشهر من مضمونه كليا، بقي شهر مناسبات، شهر تجاوزات. أما هذا رمضان شهر عبادات، شهر إقبال على الله، شهر توبة نصوح. إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة، وبيقع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. فيعني برمضان في تراويح، في قيام الليل، وفي الفجر بالمسجد، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، ومن صلى العشاء وبرمضان مع التراويح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. ما قولك أنت في رمضان 24 ساعة في ذمة الله، يعني في رعاية الله، في حفظ الله، في توفيق الله، في التألق مع الله، في الإقبال على الله. شهر القرب، التوفيق. فلذلك لا بد من ضبط النفس. أنا بتمنى قبل رمضان، يعني في مشكلات عائلية بنحلها، مشكلات اجتماعية بنحلها قبل رمضان، مشكلة مع شريكنا بالمحل بنحلها، أي مشكلة اقتصادية اجتماعية أسرية تحل قبل رمضان، وإذا كان قضية ما لها حل تؤجل لبعد رمضان، حتى يبقى رمضان شهر الصفاء والإقبال على الله عز وجل، شهر القرب من الله عز وجل، العمل الصالح. يعني في نص دقيق جدا، كان سيدنا ابن عباس معتكف في رمضان، فبعد أن كان معتكفا في إنسان بحاجة ماسة إلى مال، عليه دين كبير، قال له أتحب أن أكلمه لك؟ شكا له همه، قال له إن شئت. فقام ابن عباس من معتكفه، معتكف والاعتكاف أعلى عبادة في رمضان، قال له واحد فضولي يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ما نسيت، ولكني سمعت صاحب هذا القبر، أشار إلى النبي الكريم، والعهد به قريب، والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. أذكر أنه أحد علماء الشام الكبار، بدر الدين الحسني، يمشي في طريقه إلى جامع الأموي، عنده درس، امرأة استوقفته في المرجى وكبت على قدمه وقبلته، قالت له زوجي غدا سيعدم، قصة بعهد عبد الحميد، إعدام فراري، يعني تارك الخدمة الإسلامية. قام ترك الدرس وتوجه إلى مكان الأمير، يعني فلما دخل إليه قال له والله ما بيدي الأمر، في عنا هذا محكوم بالإعدام وبده موافقة من عبد الحميد من السلطان. قال له أنا بخبره، اتصل فيه، قال له العالم الجليل عندي، قال له هو هو، قال له هو هو،
قالوا في عن 11 واحد محكوم بالإعدام. كان العالم له مقام كبير جدا بدر الدين الحسني، هذا شيخ الشام الأول. ف 11 واحد محكوم بالإعدام في رالي. فلما جاء هذا العالم إلى مكان الوالي، والوالي اتصل بالسلطان وعفي عنهم جميعا. فكل ما كان العالم بعيد عن الدنيا قريب من الله عز وجل له مكان كبير. فلذلك الموضوع الدين شيء أساسي بحياتنا. الدين هو سبب وجودنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي لسعادة أبدية. فالعقيدة جانب، والحركة جانب، استقامة وعمل صالح برمضان، في ضبط لكل شيء برمضان وبعد رمضان، عمل صالح سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصواب وافق السنة. في عنا جانب عقدي فكري، جانب حركي سلوكي، جانب ثمري ثمار. التراويح، أنت تقرأ، تقف طبعا أعظم قراءة قرآن أن تقرأه واقفا في صلاة. فأنت تقرأ في رمضان عدد من الآيات كبير جدا، والتراويح 20 ركعة أو من ركعات، كلاهما مقبول. فأنت برمضان مناسبة القرب من الله، الإقبال على الله، العمل الصالح، صلاة الأرحام. شهر هذا الشهر من هو المتحسر من مضى رمضان ولم يلتحق مع الواحد الديان، ما أقبل عليه، ما جعل همه الأول معرفته. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلذلك لا بد من فتح صفحة مع الله جديدة برمضان، لا بد من عمل صالح ترقى به، لا بد من إنفاق المال ولا سيما الزكاة. يعني أنا بتمنى الزكاة تؤدى في أول رمضان. لماذا؟ حتى أمن حاجاته. أما يوم العيد نعطي الزكاة، ما استفدنا منه شيء. يحتاج إلى ملابس لأولاده، إلى مونة للبيت. فلا بد من الحكمة. إلي كلمة دقيقة، الله قال ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة أكبر عطاء إلهي على الإطلاق. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، بالحكمة تسعد بأي زوجة، بالحكمة تعيش بمال محدود، بلا حكمة تشقى بأفضل زوجة، بلا حكمة تبدد المال الكثير، بلا حكمة تجعل صديق عدوا. أكبر عطاء إلهي. والحكمة لا تؤخذ ولا تكون، بل تؤتى من الله. ومن يؤتى الحكمة، إذا الله عز وجل برمضان أكرمك بالحكمة بعلاقتك بزوجتك بأولادك بأصهارك بكنائنك بجيرانك بوالديك بأقربائك بمدير المحل مدير المؤسسة، هي الحكمة أكبر عطاء إلهي. ومن يؤتى الحكمة. فرمضان نقلة نوعية، مو نقلة عددية، نقلة نوعية، من ضياع إلى إقبال، من تقصير إلى تفوق، من شرود إلى تحديد. فالإنسان إذا ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. لكن أهم شيء برمضان الصلاة. في أثر قدسي دقيق، ليس كل مصل يصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكسى العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب. كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لا أضع عندي من نور الشمس، على أن أجعل
الجهالة له حلمة والظلمة نورة، يدعوني فألبيه ويسألني فأعطيه ويقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي. مثله عندي كمثل الفردوس لا يمثل ثمرها ولا يتغير حاله. رمضان شهر القرب وهو على أبواب الأسابيع القادمة، وأرجو الله أن نكون جميعا أهلا لهذا الشهر العظيم، نقل نوعية، إقبال على الله، صلح مع الله، توبة نصوح، علاقات طيبة أسرية. أي مشكلة قبل رمضان مع أخت، مع صديق، مع عمي، مع خالي، مع قرين، مع شريك، حلها في رمضان. وإذا مشكلة كبيرة جدا أجيل هذه بعد رمضان، لأن يكون في محاسبات مشاكل بالشركات. خلي هذا الشهر في تفرغ كامل حتى الله عز وجل يبارك لنا فيه. صفي الصلاة، هي الصلاة عفوا خمس فرائض فيه: الصوم برمضان، الحج للمستطيع، الزكاة للمستطيع، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة. الصلاة عماد الدين، عصام اليقين، سيدة القربات، معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. إن صحت صح كل شيء. يعني أنت كائن ضعيف، خائف، شهواني، تمسك يدك عن العمل الصالح، بالصلاة أقبلت على الله، اكتسبت منه الحكمة، منه الرحمة، منه الكرم، الإنفاق، منه المؤاثرة. صفات المؤمن كلها إيجابية. المؤمن يعني بيفهموا الناس من المؤمن بيصلي؟ لا، له ألف ميزة غير الصلاة، بعلاقاته، بحكمته، بكسب ماله، بإنفاق ماله، باختيار زوجته، باختيار أصهاره. إذا ما في منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وينتهي بالعلاقات الدولية، مو هذا الإسلام. فلذلك كل وعود الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الوعود غير محققة، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ولكن ابحث عن التقصير أو المعصية. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، على مستوى أفراد ومستوى جماعات. وعد الله بالنصر ثابت، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن يعني برمضان تحدثت عن كليات هذا الدين: عقيدة صحيحة، حركة صحيحة، السلبي منها استقامة، الإيجابي عمل صالح. ورمضان شهر العمل الصالح، إطعام الطعام، إنفاق المال، رعاية المساكين، الأيتام، الأرامل، بيت بآخر المدينة من أقاربك روح زوره، علاقات اجتماعية، على إنفاق مال، على تقديم وجبات غذائية. هذا رمضان. ما هو العيد؟ عدت إلى الله. أجمل شيء بالعيد الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ قال ولتكبروا الله على ما هداكم. أنت في رمضان عرفت الواحد الديان، الله أكبر. قال أفمن كان ميتا فأحييناه، أقسم لكم بالله، في موت ديني قد يكون إنسان نبضه 80 مثالي، ضغطه 18 مثالي، عند الله ميت. الله قال أموات غير أحياء. وصف القرآن لمن شردوا عنه: أموات غير أحياء، أو كأنهم خشب مسندة، أو إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أو كمثل الحمار يحمل أسفارا. أوصاف دقيقة جدا بالقرآن لمن شرد عن الواحد الديان. واحد بلحق حاله، يعني الإنسان ما دام قلبه بينبض بلحق حاله، إذا توقف القلب انتهى العمل. يعني فرعون إمتى متى عرف الحق؟ بالمناسبة كلمة دقيقة جدا.
انت خيارك مع 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 لك مليار خيار رفض بالحياة. البيت ما عجبك ترفض شراءه، هالفتاة لم تعجبك أخلاقها ما تزوجتها، لك أن ترفض مليون شيء إلا مع الإيمان، مع خيار وقت فقط، إما أن تؤمن قبل فوات الأوان، إما أن تؤمن في الوقت المناسب، أو لا بد من أن تؤمن بعد فوات الأوان. يعني أزمة أهل الجنة أهل النار أزمة علم، شو الدليل؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. أزمة علم فقط. الإنسان بيحب وجوده، بيحب سلامة وجوده، بيحب كمال وجوده، بيحب استمرار وجوده، أي إنسان بالأرض. فإذا أيقنت أن هذا الوجود أساسه طاعة الله عز وجل، طاعة الواحد الديان، هذا الدين، أن تعرف الله، أن تعرف أنه هو أصل الجمال والكمال والنوال، منهجه منهج الخبير، ولا ينبئك مثل خبير، ما في أمر إلهي إلا في سلامة وسعادة، وما في معصية إلا فيها شقاء وازدراء أبدا. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فرمضان شهر العودة إلى الله، القرب، لم الشمل، يعني صلة الأرحام، انفاق الأموال، إقبال على الله، علاقات اجتماعية عالية جدا. فأرجو الله عز وجل أنه يسمح لنا بصيام مقبول والوصول إلى العيد وقد عدنا إلى الله، كما جاء في معاجم اللغة، العيد عودة إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.